شيخنا بارك الله فيك، في أحد المساجد حلقة للصبية والقرآن الكريم، والأطفال يعني يأتون بجوال والديهم على أساس ما يعبثون بعضهم مع بعض، فما أدري يعني الحكم في ذلك لأنهم يعني يفصلون الصف. يعني خلاصة سؤالك أنه هل يجوز للصبيان أن يكونوا في الصف؟ الجواب نعم، يجوز أن يكون الصبيان في الصف ولا يقطعون الصف، لأنهم بشر ليسوا حجرا وليسوا أعمدة، فهم لا يقطعون الصفوف، ولا يجوز لأحد أن يقيمهم من مكانهم أيضا حتى لو كانوا خلف الإمام بالضبط في الصف الأول، فإنه لا يحل لأحد أن يقيمهم من مكانهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، ولأن إقامتهم وطردهم من هذا المكان يؤدي إلى كراهتهم للمسجد ولأهل المسجد، ولأن طردهم من ذلك يؤدي إلى أن تقوم العداوة بين آبائهم ومن طردهم، ولأن إقامتهم من ذلك يؤدي إلى أن يجتمعوا أي الصبيان في صف واحد، فيكون تشويشهم وإشغالهم الناس أشد. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، فهو والله على العين والرأس وفوق كل ذي قول غير قول الله عز وجل. لكن ما معنى الحديث؟ هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يلني إلا أولي الأحلام والنهى حتى نقول اضربوا هؤلاء؟ قال ليلني المعنى أن ذوي الأحلام والنهى يجب عليهم أن يتقدموا حتى يكونوا هم الذين يلونه. ففرق بين أن يقول لا يلني إلا أولي الأحلام وقوله ليلني أولي الأحلام،